الأسواق العالمية، نرحب معنا من دبي بكبير محللي الأسواق في شركة Think Markets محمود القدسي. أهلا بكم معنا في اقتصاد سكاي نيوز عربية. رغم كل هذه الأخبار، أود أن نذهب معك محمود إلى بريطانيا ونترقب غدا إعلانات مهمة من المملكة المتحدة. ماذا ننتظر بالنسبة للميزانية الخاصة بحكومة ريشي سوناك وأرقام التضخم هناك التي ستعطينا دلالات كبيرة أيضا؟ اخيرا طبعا بخصوص هذه الميزانيه لها اهميه كبيره كثير مثل ما حضرتك تفضلتي، يعني لدرجه انه ممكن نقول انه هذه الميزانيه ممكن تكون عنوانها اعاده الثقه الاسواق بالاقتصاد البريطاني. طبعا نحن شفنا حاله التخبط اللي كانت عم تعيشها الحكومه السابقه، وجت حكومه ريشي سوناك لحتى مثل ما بنقول انه ترقب الصدع اللي كان بالاداء الاقتصاد البريطاني. طبعا نحن عم نشوف كيف انه اتجاه هذه الحكومه لزياده الضرائب، ضرائب المواريث، ضرائب الدخل، ضرائب حتى الفانسل تاكس اللي هي ضرائب البلديات، نعم. من جهه، ومن جهه ثانيه تخفيض الانفاق، من خلال تخفيض الانفاق بالنسبه للوزارات الموجوده ضمن هذه الحكومه. فكل هذه الامور عم تكون بهدف واحد، هو تخفيض العجز بالموازنه اللي تركته الحكومه السابقه. ما التاثيرات المرتقبه على الاسترليني والمستويات المتوقعه بالمرحله القادمه؟ هلا بخصوص الاسترليني، طبعا شفنا نحن ارتداد الاسترليني طبعا بعد تراجع اسعار الدولار، وطبعا بالنسبه كمان لانه استفاد من موضوع استلام ريشي سوناك لرئاسه الوزراء من خلال تهدئه مخاوف المستثمرين. هلا بخصوص استمرار ارتفاع الاسترليني، طبعا هذا الشيء منوط باغلاق مستويات الاسترليني مقابل الدولار فوق مستويات 18 ل 79، ممكن نحن نشوفه عم يستمر لمستويات 21، وبعد منها ممكن نشوف 122. اما في حال عجزه عن الاغلاق فوق مستويات 1.18، من المرجح جدا نشوفه عم بيتراجع لمستويات 1.15 بمستويات التضخم. بخصوص مستويات التضخم، نعم، اهم شيء بالنسبه لاداء الاقتصاد البريطاني وسياسه البنك المركزي البريطاني هو هذه الموازنه. لحتى في حال كان في عندنا نحن حاله تقشف بهذه الموازنه، ممكن نحن نشوف حاله تراجع برفع اسعار الفائده. يعني ممكن نحن نشوف خلال الجلسه القادمه 50 نقطه اساس، بعد منها 25 و25 الثانيين، ويمكن يكون بهالحاله انتهت السايكل تبع رفع اسعار الفائده من جانب البنك المركزي البريطاني. بالنسبه للفائده ولمواجهه التضخم بالولايات المتحده، كيف تفسرون المواقف المختلفه لاعضاء الفدرالي، وما السيناريو المتوقع والارجح ان يكون مع نهايه العام؟ بالنسبه لاحتياطي الفدرالي، طبعا كانت مستويات التضخم اللي صدرت من يوم الخميس الماضي طبعا مفاجأة بالنسبة للأسواق، لأن كانت توقعات عند 8% طلعت عند 7.7%، حتى بالنسبة للكور انفليشن اللي هو مستوى التضخم الأساسي 6.6 طلعت عند 6.3. طبعا هذه الأمور هي نتيجة رفع أسعار الفائدة وفقدان القدرة الشرائية عند الأفراد لزيادة الإنفاق. طبعا خصوصا ما يتعلق بالنسبه للسيارات المستعمله، ما يتعلق بالنسبه للرعايه الطبيه، كل هذه الامور ساهمت بدفع مستوى التضخم للتراجع. هلا بالنسبه للتضارب بين مواقف الاعضاء مجلس الاحتياط الفدرالي، هذا امر طبيعي لانه في بعض منهم بيكون هاكش، بعض منهم بيكون دوبش، ولكن اللي ممكن يتفقوا عليه هو انه الاحتياط الفدرالي رح يتبع الديتا ديبندنسي، يعني كيف ما تحرك مستوى التضخم رح يكون مقابله رفع اسعار فائده. ومن المرجح نحن نشوف بشهر ديسمبر، طبعا باجتماع شهر ديسمبر، رفع اسعار الفائده ب 50 نقطه اساس لاول مره من شهر، من تقريبا 4 جلسات. طبعا شفنا كيف الاحتياط الفدرالي عم بيرفع 75 نقطه خلال الجلسه القادمه. والدولار والمستويات الحاليه، هل الاتجاه الصاعد سيبقى مستمر والى اي حد؟ هلا بخصوص الدولار، بعتقد انه اتجاه الصاعد هو صحح، يعني نحن شفنا كيف انه حاله تراجع العديد من المشترين باستمرار بفتح صفقاتهم، موضوع اغلاق صفقات المشترين سبب تصحيح الحالي. طبعا نحن ما شفنا لحد الان دخول بائعين، لانه مين راح يبيع الدولار؟ اذا بده يبيع الدولار بده يشتري عمله ثانيه، وبقيه العملات الثانيه مثل اليورو ولا حتى ما الذي يمكن ان يكون بديل نوعا ما، اذا صح القول انه بديل، او اين تذهب جاذبيه الاستثمار؟ ماذا عن الذهب؟ ماذا عن العملات الاخرى؟ صحيح، هلا هو البديل للدولار الامريكي هو من خلال الاتجاه للمعدن الثمين اللي هو الذهب، مثل ما حضرتك تفضلتي، وشفنا نحن كيف انه الذهب كان عامل على الشارت اليومي دبل بوتم او نموذج قاع مزدوج. بهالحاله نحن ممكن نشوف بعد تجاوز خط العنق عند 17.50 ممكن يتوجه لمستوى 18.40 خلال الفتره القادمه. نعم. بأيضا أوضاع الاقتصاد العالمي، نذهب سريعا إلى الصين. البيانات الاقتصاد الكلي مخيبة للأمال نوعا ما، هناك توقعات مزيد من الدعم الحكومي للاقتصاد والتحفيز، كيف سيؤثر ذلك على الأسواق، وماذا عن وضع اليوان الصيني؟
صحيح. هلا بالنسبه للصين، الوضع المشكله الكبرى بالنسبه لها هي تمسك الحكومه بسياسه كوفيد الصفريه. طبعا نحن عم نشوف كيف انه الحكومه بالوقت الحالي عم تحاول تراجع سياستها، عم تحاول تخفف من القيود المفروضه على الاداء الاقتصاد من خلال تخفيف القيود على مثلا شركات الطيران وفرض ضرائب وفرض عقوبات عليها في حال تم استحضار مثلا ناس عندها مصابين بهذا المرض. فموضوع الاقتصاد الصيني ونمو الاقتصاد الصيني منوط بتخلي الحكومه الصينيه عن سياسه الكوفيد الصفريه، ومجرد نحن ما نشوف تخلي الحكومه او الاعلان الرسمي عن هذا التخلي ممكن نحن نشوف اداء الاقتصاد الصيني راح يتحسن بشكل افضل. شكرا جزيلا لوجودكم معنا من دبي كبير ومحللي الاسواق في شركه ثينك ماركتس استاذ محمود القدسي، شكرا.